السطري وسكينتهما أشهر سفاحتان اللتان قتلتا النساء بمشاركة أزواجهن من أجل الحصول على المجوهرات والحلي. لكن قلة منا يعرف ماذا حدث بعد صدور حكم الإعدام وتنفيذه على الشخصيات الأربعة: ريا، سكينة، حسب الله، عبد العال. من المعروف أن من قام بالاعتراف على ريا وسكينة هي بدر ابنة ريا، التي كانت تكن لأمها حبا جما رغم من تصرفات الأم البشعة معها. في هذا التقرير سنسلط الضوء على ابنة ريا بديعة، الطفلة التي عانت من ويلات الظلم والفقر المجتمعي والجفاف العاطفي من قبل أسرتها، ومن الذنب الكبير الذي حملته في قلبها بسبب ما فعلته بعائلتها. ماذا حصل لابنة ريا بعد إعدام أسرتها؟ حقيقة لا يعرفها البعض. بديعة هي الابنة الوحيدة للسفاحة ريا وزوجها حسب الله، وهي الابنة الوحيدة، ويقال أن ريا قد سبق وأن حملت قبلها وبعدها بما يقارب العشرة أطفال، ولكن جميعهم ماتوا أثناء الولادة مباشرة أو أن تكون قد أجهضتهم في فترة الحمل. وتعتبر حياة بديعة الطفلة البريئة كانت مأساوية جدا، فأي طفلة في عمرها لديها بعض الأحلام والرغبات مثل أن تملك لعبة أو الحصول على فستان أو حذاء جديد. وفي الحقيقة أن بديعة كانت طفلة عادية جدا بالرغم من وجودها في بيئة قذرة بسبب الفقر الذي أحاط بعائلتها وفساد أخلاقهم ومبادئهم. من الصعب تخيل أن طفلة تعيش في منزل واحد مع عائلة سفاحة دون أن تتأثر أخلاقها بذلك، ولكن بديعة كانت مختلفة تماما، ولكن أفعال أبويها لم تجعلها تتعلم السرقة أو النصب أو حتى مشاركتهم في عملية القتل. ما كانت تراه بديعة كان يزرع في قلبها الخوف والجبن، وكانت كما يقال باللهجة المصرية غلبانة أوي، ورغباتها أقل بقليل مما يطلبه الأطفال في عمرها. المنزل الذي عاشت فيه بديعة برفقة والديها بقي على ما هو عليه منذ ذلك الحين. كانت نساء مصر ترتدي منديلا على رأسهن، والبنات الصغيرات يلبسن مناديل مزينة بألوان وأشكال جميلة. جعلت بديعة تريد واحدة من هذه المناديل، ومن الطبيعي قامت بديعة بطلب منديل من أمها ريا التي قامت بضربها ضربا مبرحا. لكن شاء القدر أن تحصل بديعة على منديل، لكن كيف؟ يقال أن إحدى المغدور بهن كانت ترتدي منديلا جميلا لم تنتبه له ريا وسكينة وشركائهن، فأخذته بديعة ووضعته على رأسها، وكانت مذهولة فيه وسعيدة لدرجة أنها لم تكن تعي أن هذا المنديل هو لشخص ميت. وبالرغم من فقدان ثقتها بنفسها وبمن حولها، إلا أن بديعة كانت تعشق أمها بدرجة جنونية رغم قسوة الأخيرة معها. كانت بديعة تشعر بالذنب تجاه والدتها التي على ما يبدو لم تشعر بها إلى لحظة الإعدام، حيث كانت آخر جملة قالتها ريا وقت إعدامها سنة 1921 عن عمر ناهز 35 سنة قائلة: أودعتك يا بديعة يا ابنتي عند الله، ونطقت بالشهادتين بعدها. هذا هو مصير بديعة ابنة ريا بعد إعدام أسرتها عام 1921. دخلت بديعة بعدها في ملجأ للأيتام وعملت معاملة بشعة جدا، وهذا كان أمر طبيعي نظرا إلى أنها ابنة السفاحة ريا التي تم إعدام أسرتها في عام 1921. بعدها بثلاثة سنوات اندلع حريق كبير في الملجأ، ماتت فيه بديعة محروقة،
وبذلك أسبل الستار عن قصتها المأساوية حيث عاشت مذنبة وماتت محروقة. يبدو أن قصة بديعة كانت يجب أن تنتهي بموتها، فتخيل معنا الصورة التي سوف تكون بديعة عليها في حياتها لو كبرت وعاشت في تلك الفترة. كانت ستكون تعيسة، فهي أن تكمل مسيرة أمها وتكون مجرمة أو أن تكون شخص جيد ولكن لا يستطيع التعايش مع المجتمع بسبب نظرته السيئة لها.